احنا كده لازم نكشف فريد وبسرعة. وانا اللي مجنني نفسي اعرف فريد جاب السلسلة دي منين. هو مش ممكن يكون فريد ده له يد اصلا في خطف علي؟ فكرت في حاجة زي كده بس رجعت تاني قلت طب ايه مصلحته انه يعمل حاجة زي دي؟ الحقيقة لسه مش عارف، بس ممكن يكون عملها لحساب ناس تانيين واستغل علاقته براجي ومعرفته بكل تحركاته وسهل لهم خطف علي. لو علي وقت ما اتخطف كان فريد لسه في الخدمة، ما كانش اشتغل في الشركة. طيب يا عمي، ما هو ده بيأكد وجهة نظري، ما بينفهاش. وجود فريد في الخدمة معناه نفوذ أكبر وده يسهل له خطف علي. أيوه بس ليه؟ خصوصا ان اللي خطفوا علي ما طلبوش فدية. مصالح، غالبا يكون عملها لحساب حد تاني. عشان كده يا عمي لازم ندور مين كان عنده عداوة مع راجي من 20 سنة. طب وحسن هنعمل معاه ايه؟ حسن ده بقى تخلي عينك عليه كويس جدا. من غير حسن مفيش دليل. حسن هو دليلنا الوحيد في توريط فريد في الحكاية دي. يا رب بعد ما لينا ابننا وخدنا في حضننا وطمنا عليه يطلع في الاخر نصاب. والمصيبه ان الواد النصاب ده ساعه ما يتكلم تحس انه بيتكلم من قلبه انه صادق. طبعا لازم تصدقه، ما هو نصاب شاطر زي اللي مسلطه. كريم، فين كريم يابا؟ يابا فين كريم؟ كريم تعبان؟ يا ساتر كريم، يا كيمو ياض، يا كريم كنت فين؟ انت مالك يالا؟ كويس؟ ايوه انا كويس. ياض ما تكدبش على اخوك يالا، انت كويس؟ والله انا كويس مش تعبان. يا حسن، حسن تعال. خلاص بطلت بقى شحتافه وطمنت على المحروس اخوك، اقعد انا عايزك. توقعت قلبي لما كلمتني يابا في ايه؟ انا عامل لك ايه يعني؟ ما انا لو طلبتك بالذوق مش هتيجي، لازم اجيبك عافيه. عايز ايه يابا؟ عايز ايه؟ خش يا كريم اعمل لي شويه شاي. انا هسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. ارغي. على بلاطه كده، مين اللي وزك على نصباية عيلة دياب؟ ما قلت لك يابا انا اللي طاقت في دماغي ورحت عملت الحوار ده. هو اللي هنعيده هنزيده؟ تسأل ليه؟ وحياتي كنت فاكر ان انا صدقتك اول مرة. انا بلعتها بمزاجي وقلت مسيرك برضه هتيجي تحكي لي على كل حاجة. بقول لك ايه؟ فكك مني انا ماشي. مش هتمشي قبل ما تقول لي على الحوار ده، مين اللي وزك؟